طب كابتن رضا عبد العال، شايف طبعا احنا شفنا مع بعض مجموعة مصر تصفيات كأس العالم، التصفيات الإفريقية، مصر والجابون وليبيا وأنجولا. شايف الكابتن حسام البدري كان بيقول تصريحات إن المجموعة ليست سهلة، شايف الدنيا ماشية إزاي مع منتخب مصر؟ المجموعة سهلة جدا وما فيهاش نيجيريا عشان نخاف، ما فيهاش الكاميرون عشان نترعب، ما فيهاش الجزائر عشان نولول، ما فيهاش تونس عشان نلطم، ما فيهاش المغرب عشان يخرجونا من هدومنا ولا يقلعونا هدومنا. انت يعني لو خايف يا كابتن حسام روح، اه لو انت خايف انا بقول لك من دلوقتي ما ترعبش الشعب المصري. الكابتن حسن شحاته كان بينيم افريقيا من المغرب، بينيمهم. هتقول لي ده جيل وده جيل، لا يا حبيبي، وجيل ما كانش يقدر عليه غير ربنا، لان كان كلهم نجوم. وان يسمعوا كلام الكابتن حسن وده يقعد وده يخرج بره التشكيل وده، دي كانت كارثه لوحديها. ان الراجل قدر يسيطر على الناس دي ويوصلهم للحته ان ياخدوا 3 بطولات ورا بعض، دي تحسب للكابتن حسن مش للجيل. لان احنا شفنا كان ميدو كان عالمي وكان محترف، والراجل ما كانش مقتنع بيه، طلعه حصل صدام قال لك انا مش عايزه وخدنا البطوله. فاحنا مش عايزين ننسى الحاجات دي يا جدعان. لما انت هتخوفنا من دلوقتي وتقول لي انجولا، طب انا احنا رحنا مره انجولا كان فيها حرب، صحيح يعني ما صحيح مش فاضيين للعب. اسمها ايه التانيه طبعا ليبيا ربنا يكون في عونها. ليبيا الدنيا صعبة شوية مع ليبيا. اه التالته اللي هي مين؟ الجابون، الجابون. يعني الجابون ما اسمه ايه ده، راح كان في لعيب ما اعرفش راح هناك ولا كان احترف منهم وما كانش قد كده يعني. فما ترعبناش يعني، وما ما تحطش، اللي كان بيعمل الاستاذ كان بيعمل الحاجات دي كابتن جوهري هو اللي كان بس بيرعبك، عشان ان كان يوقف الدوري المصري شهر عشان يستعد الماتشات دي والكلام ده. طب كابتن انما رضا دلوقتي كوز انت عندك لعيبه عالميه. كابتن رضا بدون قطع كلامك، بدون قطع كلامك، ايه رأيك في المجموعة وهل هنصعد ولا لأ؟ متفائل من حسام البدري، الدنيا ماشية ازاي؟ حبيبي انت لازم تصعد، انت يعني مصر تصعد، لو ما صعدتش على دول يبقى هتعمل كرة ليه وكمل كرة ليه؟ مين في الفرق دي تخوفك؟ قول لي. ما احنا يعني انت قلنا شايف، انجولا يعني كان انت فيها شايف حرب. حضرتك احنا اللي هنصعد ولا ممكن ما يبقاش في حظ؟ ليه حظ ليه؟ يبقى عندنا محمد صلاح وتقول لي حظ. يبقى عندنا رمضان صبحي وتقول لي حظ. يبقى عندنا لعيبة بملايين الملايين وتيجي تقول لي حظ يا عم محمد. انا بقول لك انت خايف روح، مش قد الموضوع قد ما اعتذار وامشي. انا ما تقعدش بقى كل شويه ترعبنا وتمغص قلبنا. طيب احنا كابتن رضا، المجموعه سهله سهله سهله. كابتن رضا، هو كابتن حسام البدري مستمر هندخل التصفيات، لا قدر الله ما صعدناش، ايه الاجراءات اللي ممكن تتم؟ لا ده توجهه لاتحاد الكوره، انا مالي وجهة يعني. نظرك يعني احنا بالبلدي الراجل فشل انه يصعد كاس عالم، هيقعد؟ شايف ما يبقاش فيه كمان عقوبات على اللجنة الخموسية ان هم اختاروا الكابتن حسام البدري وكان في ناس ممكن تكون على دراية باللعيبة؟ والله يا محمد انت عايز تحبسنا يا محمد. كابتن رضا احنا متعودين منك ان انت صريح على طول، ما بتخافش من حد. ما انا ما بخافش الا من ربنا، بس انت يعني ما هو مين اللي جاب اللجنه الخماسيه؟ اه يعني ما هو نقطة انت اصلا، ما انا طبعا كل الاحترام والتقدير للاستاذ عمرو الجناني، بس انت جايبه بناء على ايه؟ ما تقوليش جاي ينظم الكوره، في ناس تانية عقليات قد في الكوره. طبعا هو في حته البنوك محدش هيعلى عليه. هو انت مثلا هتيجي تقول لي تعالى اشتغل مدير بنك يا عم محمد، صحيح صحيح يا كابتن صحيح. مش تسيب العيش لخبازه؟ هي احنا مناصب وخلاص ولا مجاملات وخلاص؟ احنا عايزين نشوف صالح الكره المصريه، الراجل المناسب في المكان المناسب عشان نتقدم، عشان نرتقي.